مولانا مرحبا المشاهدين الكرام. تنظرنا المرحلة كانت إيجابية والنتائج خير دليل على هذا، وخصوصا الأرقام المحققة. تنظرنا أنه مشينا في الطريق اللي كان خصنا نمشيو فيه، توضعت استراتيجية في الأول، طبقنا عدد كبير من المراحل، أو نجحنا في عدد كبير من المراحل اللي حطينا، لأنه 15 مباراة كانت هي مرحلة من المراحل، ولكن كانت تخللها عدة مراحل داخل. يمكن كنا تنقسموا المباريات إلى 5 مباريات مرحلة، كل 5 مباريات مرحلة كان عندنا واحد العدد من النقاط خصنا نجمعوه في هذه المراحل، هذا بالاعتماد على المباريات اللي خارج الميدان وداخل الميدان. فقدرنا أنه نتوفقوا في المرحلة الأولى، قدرنا كذلك نتوفقوا في المرحلة الثانية، وكان تراجع طفيف في المرحلة الأخيرة، يعني 5 المباريات الأخيرة ما حصلناش على عدد النقاط اللي حصلنا عليه في 5 مباريات الأولى و5 مباريات الثانية. دونك وضعنا واحد تقييم لهذه المراحل الثلاث، وشفنا فين كان الخلل، وشفنا فين كانوا الأشياء الإيجابية اللي غادي نحاولوا أنه نحافظوا عليها ونجتهدوا فيها أكثر، والأشياء السلبية اللي لقيناها فالآن تنحاولوا أنه نتخلصوا منها وندخلوا ال5 مباريات المقبلة باش نحققوا فيها كذلك أكبر عدد من النقاط. بطبيعة الحال سلبية أقل، ما يمكنش نحيدوها كلها، ولكن الهدف ديال أي مدرب أنه ينقص من هاد السلبيات هادو. فالحمد لله كانوا بزاف ديال لي ديشي، سواء تكنيك ولا تاكتيك، فقدرنا انه نتخلصوا منهم، قدرنا انه نبداو نلقاو الطرق اللي توصلنا انه نحصلوا على 3 ديال النقاط. الحمد لله توفقنا بنسبه مئويه مهمه. وهذه المرحله ديال الراحه اللي فيها اسبوع واحد، والاسبوع الثاني غادي نلعبوا فيه المباراه، تبقى إيجابية وسلبية على حسب الطريقة اللي تتعامل معها أي مدرب. فممكن أنه نتعامل مع هذه الفترة ديال الراحة بطريقة معقولة اللي تخلينا أنه نكملوا في النتائج إيجابية، وممكن نتعامل معها بطريقة اللي تخلينا نفقدوا سواء التركيز ديالنا أو اللياقة البدنية ديالنا اللي يمكن تأثر بنا بنتائج سلبية. لهذا فقررنا أنه نقوموا بمعسكر خارجي خارج مدينة طنجة باش يكون التركيز اكثر على هذه المرحله المقبله، واللي هي مرحله مهمه، خصوصا 5 ديال المباريات الاولى. لحد الساعه كاينه مباراه مع فريق يوسفيه برشيد يوم السبت، ومازال ما تاكدتش هي المباراه الثانيه يوم الاحد مع فريق اتحاد المحمديه، اليوم غيكون عندي التاكيد ديالها، فما غاديش نفوتوا 2 ديال المباريات او مباراه واحده، لانه كيف قلت لك الفتره ماشي فتره كبيره اللي يمكن لي انه نقوموا فيها بعدد كبير من المباريات، فمباراه او مباراتين لا اكثر. ومن بعد غادي ندخلوا الاسبوع المقبل انه حصص تدريبيه العاديه اللي تهيئنا للمباراه، ولكن الهدف الاول من هذا المعسكر ماشي هو من الجانب البدني او التقني، اكثر ما هو الجانب النفسي اللي غيخلي اللاعبين يكونوا جاهزين لاي ضغوطات، لانه تتعرف تتكون متصدر فعندك ضغط ديال الصداره، عندك ضغط ديال المطارده، كاين ضغط اخر اللي هو انه اللاعبين ولاو تيحسوا انه ما خصهمش ينهزموا، لانه قدروا يجريوا 15 مباراه بدون هزيمه، الضغط ديال انك ما تستقبلش الاهداف. فهذه كلها ضغوطات غادي نحاولوا انه ننقصوا منها ونحيدوها عند اللاعبين وعندنا حتى احنا شخصيا، باش كيف قلت لك المرحله الاولى ديال 5 ديال المباريات نجمعوا فيها اكبر عدد من النقاط. وفي فتره الميركاتو قريب التالي، ولكن كيف باش يعرفوا الناس الانتدابات بغينا نديروها على حسب الخصائص وعلى حسب اللاعب اللي يمكن يجي ويشارك، لانه كاين خصائص مثلا في مركز، ولكن ما يمكنش نجيب لاعب اللي ما غاديش يلعب دابا، هذاك اللي تيلعب احسن منه، دونك خصني لا نجيب لاعب نجيبو يلعب. جبنا حارس مرمى شاب اللي غيكون عنده مستقبل، وتنظن ان الناس راه شافوا القامه ديالو، شافوا السن ديالو، الامكانيات ديالو، ممكن مستقبلا انه يكون الحارس الاول في مدينه طنجه، يونس براق من فريق اجاكس طنجه. كاين 2 ديال اللاعبين اللي اليوم او غدا في الصباح ان شاء الله غيوقعوا معنا، ومن بعد ملي يوقعوا ديك الساعه راه الناس غادي يشوفوهم وغادي يعرفوهم. مدافع ووسط ميدان، اللي يمكن تيكون وسط ميدان مهاجم حتى وسط ميدان مدافع، وسبق له جاور فريق اتحاد طنجه. بطبيعة الحال لانه عندنا لاعبين من احسن اللاعبين اللي كاينين في القسم الوطني الثاني،
جمعنا مجموعه، ما جمعناش دي ستار، ما جمعناش دي فيدات، جبنا مجموعه قويه تضامنوا ما بيناتهم، تعاونوا ما بيناتهم، كل واحد على حسب الامكانيات ديالو. كاين اللي عنده امكانيات هجوميه هو النجم فيها، كاين اللي عنده امكانيات دفاعيه هو النجم فيها، وقدروا انهم ينصهروا بيناتهم ويعطونا مجموعه اللي قدرات تحقق نتائج ايجابيه، قدرات انها تدافع وتهاجم في نفس الوقت. فهذا هو اللي بحثت عليه. اذا تنظن انه منين بغي نهضر على فريق اتحاد طنجه ما تنهضرش انا على اللاعبين بقدر ما تنهضر على المجموعه، لانه المجموعه اللي ناجحه، انه اللاعبين قدروا، لانه صعيب باش تكون مجموعه من عقليات مختلفه. فاللاعبين مشكورين انهم قدروا ينسجموا بيناتهم في وقت قصير، قدروا انهم يبغيو بعضياتهم في وقت قصير، قدروا يدافعوا على قميص ديال اتحاد طنجه ويبغيو الفريق. فتنهنيهم على 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 15 مباراه الاولى اللي قداو، او على 6 شهور الاولى اللي جمعتنا، لانه الحمد لله ما كانت فيها مشاكل، اللاعبين كانوا منضبطين، وهذا هو السر ديال النجاح ديال هذه المجموعه، هو الانضباط ديال هاد اللاعبين، هو التفاني ديالهم في العمل، والاخلاص ديالهم للفريق بغض النظر على الكره، لانه كل شيء تعرف يلعب الكره، ولكن كاينين اشياء اللي هي مهمه خص تكون عند المجموعه، روح المجموعه خصها تكون ضروري باش يمكن تحقق نتائج ايجابيه. دونك هاد اللعابه صبروا وتعذبوا، والحمد لله قدروا في 15 دوره انهم يتوجوا ببطوله الخريف ويحصلوا على عدد كبير من النقاط. فالان حنا دخلنا في مرحله ديال الفينيسيون، مرحله النهائيه. هذه المرحله هذه اللي هي صعيبه، يمكن خص يكون فيها التركيز اكثر، خص يكون فيها الاخلاص اكثر. فتنظن انه اللاعبين قد هذه المسؤوليه، وان شاء الله غادي يقدروا انهم يحافظوا على النهج اللي كانوا ماشيين فيه. متفق معك، من الناحيه الدفاعيه هي الحمد لله جيده، من الناحيه الهجوميه يمكن نقول معقوله ماشي ضعيفه، لانه مقارنه مع الفرق الاخرى ما كاينش فرق كبير في الاهداف، ولكن تبقى هذا راجع للطريقه اللي تلعب بها انا. فالطريقه، لانه اللاعبين ما عندهم تدخلات، راه عندنا مهاجمين من احسن المهاجمين اللي كاينين في المغرب، كوروما عزيز النخلي مهاجمين من الطراز الرفيع، غير هو بقى في الطريقه اللي بديت بها البطوله، انه الطريقه اللي بديت بها هي طريقه دفاعيه، طريقه تبحث على التامين الدفاع وعلى تسجيل هدف، يمكن يكون بكره ثابته، يمكن يكون مرتد، يمكن يكون مبني، انما كان الهم الشاغل ديالي هو انه الفريق ما ينهزمش ويحاول يفوز. يمكن كيف قلت لك اغلبيه ديال الانتصارات ديالنا كانت بهدف، نسجلوا هدف اللي غادي يخلينا نثيقوا فيما بعد. فتدريجيا ملي غادي نبداو نثيقوا ممكن الفريق يهاجم باكبر عدد من اللاعبين، ولكن في البدايه كان صعب. ولكن ملي شفت انه هاد الطريقه ديال اللاعبين استانسوا بها، لانه حاولت نغير في بعض المباريات ولقينا نوعا ما مشكل، عاود خليت الطريقه اللي هي غالب على الطابع الدفاعي، لانه اللاعبين حسيت بهم استانسوا بها ولفوها، دونك بقات تعطينا نتائج ايجابيه. انا واحد الطريقه تعطيني نتائج ايجابيه، علاش غادي نغيرها؟ ممكن نغيرها مستقبلا في هذه المباريات المقبله، ممكن نشوفوا فيها تغيير، ولكن قبل كان من الصعب، لانه الطريقه تعطيني النتائج الايجابيه ومخلياني في الصداره، فما كاينلاش نغيرها فقط من اجل التغيير. كل شيء ممكن، هو تبقى الطريقه ديال العمل اللي غتخليك انك تجنب هذه الاشياء هذه. فعلاش حنا حطينا مراحل؟ دونك عندنا المرحله المقبله ديال 5 ديال المباريات غنبداوها، غادي نديروا في الاخر ديالها تقييم، واش الطريقه اللي خدمنا بها نجحتنا ولا ما نجحتناش. دونك الا نجحتنا راه حنا غنبقاو ماشي فيها، ما نجحتناش دونك هنا ضروري خصنا نقوموا بتغيير، ضروري خصنا نوقفوا على مكامن الخلل باش ما نوصلوش ل5 ديال المباريات الاخيره وحنا في الشك. لانه الان كاين تغيير، فلما كان الفريق تنطلق انطلاقه فيها تعثرات، فكان في الروتور الفريق تيستفيق والفريق لانه بقى عنده ما يخسر، ولكن الان عندنا مكتسبات اللي خصنا نحافظوا عليها. كاين فرق، دونك خصنا نمشيو بالعقل، ما غاديش نغامروا، نمشيو بعقلنا. خصنا في المباريات الاولى كيف قلت لك نزيدوا نوسعوا الفريق مع المطارد الثالث، باش هنا يمكن لنا نأمنوا المكانه ديالنا دائما في الصداره قبل ما نوصلوا ل5 ديال المباريات الاخرى. يمكن دخلنا شك هنا، الا دخل الشك يمكن نشوفوا تراجع في المستوى، ولكن الا قدرنا في المباريات الاولى فغادي نبعدوا من هذا من هذا من هذا الشك هذا. ممكن فهذا هدف ديالنا، اصبح دابا الان هدف ديالنا هو الهدف الواضح. قبل كنت نقول انه الهدف هو نوصل 34 نقطه،
اذا وصلت 34 نقطه. الان الهدف ديالنا هو نبقاو في الصداره الى نهايه الموسم اللي غيخلينا نكونوا ابطال ويخلينا نصعدوا للقسم الوطني الاول. دونك هذا هدف، انما قبل ما نوصلوا ليه كيف قلت لك راح نقسمنا المشوار ديالنا المقبل الى ثلاثه ديال المراحل، كل مرحله فيها خمسه ديال المباريات، فكل خمسه ديال المباريات غتورينا القيمه ديالنا في النصف الثاني من البطوله، وغادي تخلينا نعرفوا راسنا فين يمكن لينا نمشيو، واش ممكن انه نبقاو دائما متصدرين او نكونوا في الصف الثاني او غادي نفقدوا المراكز الاولى والثانيه. ولكن خاص كيف قلت لك العقل يكون حاضر، نفكروا بعقلنا، ولانه كاينه استراتيجيه خصنا نبقاو ماشيين فيها، وتنظن انه ان شاء الله بالتضافر ديال الجهود لا ديال المكتب المسير لا ديال اللاعبين لا ديال الجماهير ديالنا والاداره التقنيه، فبامكاننا ان شاء الله انه نحققوا المراد. من بعد العوده ديالنا ان شاء الله من المعسكر ديال الدار البيضاء، فغادي يكون عندي جلسات مع مدرب ديال الشبان، وغادي نشوفوا اللاعبين اللي عنده واجدين باش يبداو يجيو معنا حصص تدريبيه، وان شاء الله غيكون عندي تواصل مع المدرب، غنحضر معاه حتى الحصص ديالو، يحضر معنا الحصص ديالنا، نحضر المباريات باش نشوفوا اللاعبين اللي متفوقين، اللاعبين اللي واجدين انهم يلتحقوا معنا بالمجموعه. وتنظن انه كاينه مجموعه من اللاعبين اللي لحد الساعه انا شايف اربعه، ممكن المدرب يكون عنده عدد اكثر، فغادي ناخذهم باش يكونوا معنا باش نوجدهم ان شاء الله الموسم المقبل. شوف، هو اي واحد بغى يوصل يحقق نتيجه وبغى ينجح خصو يعرف بينه وبين الله، خصو يامن بالعمل اللي تيدير، خصو ما يظلمش ولاد الناس، لانه انا نهضر لك على مهنه التدريب، عندك لاعبين ما خصكش تظلمهم، ما خصكش تكرفس عليهم، اللي يستحق شي حاجه اعطيها ليه، خدم بتفاني، ممكن تفشل، ممكن تغلط، ولكن ما تظلمش، لانه هذا هو اللي يمكن يخليك تنجح، التفاني في العمل، والتفاني في العمل هو اللي غادي يخلي اي واحد في العمل ديالو يكون ناجح. جماهير قليل فين تلقى مثيلها، جماهير تتخليك دائما تطمح لما هو احسن، تخليك دائما تترمي لك الكره، تخليك دائما انت اللي تبحث انك تفرحها لانها هي مفرحاك. منظر المغرب كله شافوا انه تيفو لجماهير طنجاويه وجماهير التراهيركوليس خارج مدينه طنجه، فشيء اللي قليل انك ممكن تشوفه، ما يمكن الا يزيدنا فخر انه نفتخروا حنا يكون عندنا جمهور من هذا الشكل هذا. فقبل ثاني شيء تنقولوا تيقول الجمهور انه تيفتخر عنده لاعبين، فحنا تنفتخروا بهذا الجمهور ديالنا اللي هو صراحه مكتسب كبير في مدينه طنجه. الدور ديالنا حنا، لا انا لا الاداره التقنيه لا المكتب المسير لا اللاعبين، انه نفرحوا هذا الجمهور ونخليوه دائما وراء الفريق ديالو، وخصوصا نفرحوهم لانهم محتاجين الفرحه.